الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. نزل في إطار ما الاستعداد الجالية التونسيين بالخارج، مواطنين التونسيين بالخارج، إن شاء الله على قريب باش يرجعوا لبلادهم وأولادنا وللوطن العزيز عليهم. احنا الجلسة اليوم في إطار الاستعداد بالطبيعة من جميع الأطراف، الإدارات المتداخلة كمستشار معتمدين والسيد رئيس البلديات، الإدارات الجهوية، ديوان التونسي بالخارج، ديوان الشؤون، الإدارة الجوية للشؤون الاجتماعية، وفي إطار الاستعداد وتعليمات السيد وزير الداخلية. الجلسة تتنزل في إطار معناها الحرص على حسن الاستقبال والتوجيه والإحاطة بهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم في أجل معقولة في جميع الإدارات، وتبسيط والعمل في البلديات والمعتمديات والولايات على استمرارية الإدارة حتى في أيام العطل باش تقديم الخدمات بالطبيعة، وفي إطار كذلك في إطار التشجيع مع الأبيا والأبي على أساس تسهيل وتمكينهم من الاستثمار في المجال الصناعي والفلاحي بالطبيعة، هو باش يخلق مواطن شغل للجهة. فهمتني الحرص على تسهيل الخدمات وتشجيعهم وتعريف بالاستثمارات والامتيازات الممنوحة في بعض المشاريع. جلسة بالطبيعة ما كانت مع الإدارة الجوية للديوانة موجودة في تسهيل الخدمات، على مستوى السلطة الأمنية موجودة في إطار معناها تم تخصيص بطبيعة ممر خاص، شبك خاص في إطار المطارات والحدود البرية على مستوى البر أو المستوى المواني أو مستوى المطارات بطبيعة، تسهيل الخدمات واستقبال في حسن الاستقبال، خاطر هم بطبيعة احنا كنا في ظرف كورونا بطبيعة عامين وبرشا مواطنين ما روحوش لبلادهم باش يروحوا سنين بطبيعة باش يكون عدد كبير، احنا بطبيعة فرحانين بهم، مرحبا في بلادهم، هذه بلادهم بطبيعة وعزيزة عليهم، وإن شاء الله بطبيعة يساهموا وقاعد يساهموا في برشا في خلق مواطن شغل أو تحويل العمولات بطبيعة، العملة بتكون عندها سند، عندها دور كبير في الجهة وفي مستوى تونس بطبيعة البنك المركزي. احنا حرصنا واكدنا على جميع التوصيات اعطيناها لجميع الادارات، الحرص كل الحرص على تسهيل الخدمات، الاهتمام حسن الاستقبال، تسهيل الخدمات باش يكون حتى المواطن التونسي اللي باش يجي ياخذ فكرة اخرى جديدة، فكرة على الروتين الادارة، ما يكونش في اطار العمل الروتيني وهيك ارجع غدوة برا غدوة، ما بينا ما نحبوهاش، تكون بطبيعة في أسرع وقت استخراج الوثائق وتكون خدمات متميزة. الجلسة انعقدت اليوم في إطار استعداد لتأمين عودة التونسي من الخارج إلى أرض الوطن. تقريبا كل إدارات المعنية حضرت في الندوة، وكل قدم اقتراح كيفاش وتصورات كيفاش مش أمن العودة هذه، ومشينا في تركيز مكاتب شبابيك موحدة بكل إدارة لتساهم بتسهيل وتسريع استخراج الوثائق بالإدارات المعنية ولا في استخلاص في فواتير، وعرفنا بأنشطة ديوان على مستوى المركزي وعلى مستوى الجهوي، أنشطة المندوبية الجهوي والديوان، وعرفنا بالمنصة الرقمية الخاصة بالتونسيين بالخارج اللي بدأت البارح، اللي فيها أغلب الإدارات والوزارات المداخلة، فيها كل إجابات المواطنين بالخارج، فيها الاستفسارات، قربت الإدارة التونسية المواطن بخارج في مكان إقامته تقريبا. نحكي على أكثر تفاصيل المنصة هذية، كيفاش موصلولها، شكون المعنيين باش يدخلولها، وأهم الخدمات اللي تتوفر. هو المعنيين به هم التونسيين بالخارج، تعرف التونسي بالخارج بطيعة ديما عنده برشا تساؤلات، والتساؤل متاعه خاصة يكثر كي يروح لتونس. نحن قلنا المنصة هذية يمكن تساعدهم هو في بلد المهجر باش يتساءل على بعث مشروع، على 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 اجراء اداري عادي، استخراج وثائق، يعني هذه تكون عنده المعلومه حاضره، ما يقعدش كيجي لنا لتونس تصير له يعني التعطيلات نقولوا احنا، ولا تغيب عليه المعلومه، ساعات المواطن خارج غيب عليه حتى معلومه حتى في اجراءات يعني نتاع البعث مشروع والامتيازات نتاعهم، احنا نقربوا لهم الامتيازات. يمكن زياره الموقع tdm.com.tn نلقاو فيه كل التفاصيل اللي حكينا عليها، كل التفاصيل تقريبا، كل التفاصيل، كل الادارات، كل المنشات العموميه موجوده في المنصه. تحيين وعمليه الاجابه نتاع الاستفسارات هذه اكيد بيصير تفاعل كبير من الادارات، هي كل اداره يعني عندها قوانينها وعندها، وهي تقوم بطبيعه بالتحيين، يعني ان شاء الله تكون هي بدرت خير على المواطنين بالخارج ومكسب كبير للمواطنين بالخارج. يعطيك الصحه، عايشك مشكور. الحياه فهم. الحياه فهم. زهره الحياه.